فياريال ليفانتي الدوري الاسباني الدرجه الاولى، وين شاهدنا كيفاش كانت مباراه كانت قويه، وين فياريال وين عرف كيفاش يفوز بالنتيجه والاداء في هذه المباراه في الدوري الاسباني الدرجه الاولى الجوله 19، وين فياريال شاهدنا كيفاش بولاي دايا الذي سجل الهدف الاول في الدقيقه الثامنه، شاهدنا نقولوا باللي ثلاث اهداف في الشوط الاول، باو توريس الذي سجل الهدف الثاني في 13 دقيقة، جيرارد مورينو اللي سجل في الدقيقة 47، مانو كذلك وين سجل في الدقيقة 74، 79 جيرارد مورينو، يعني خمس أهداف وين جانا أمام ليفانتي. اليوم ليفانتي نقولوا رغم أن حاول لعب بصح لكن بدون جدوى، وين جانا إيميري المدرب تاع فياريال اللي دخل بخطة 4-4-2، شاهدنا كيفاش وين المدرب تاع ليفانتي اللي دخل بخطة 4-1-4-1، يعني 57% نسبة استحواذ، 43% ليفانتي، 57% فياريال، شاهدنا كيفاش وين 291 تمريرة ليفانتي، 412 تمريرة لفياريال، يعني كانت شاهدنا وين عيسى ماندي في الاحتياط، يعني شاهدنا رولي في الحراسة تاع فياريال، توريس وين سجل الهدف الثاني في الدقيقة 13، شاهدنا فيراس، شاهدنا راؤول، شاهدنا كيفاش سيراس في شاهدنا يعني نقولوا بلي التغييرات، يعني وين كانت التغييرات في اللي نقولوا كانت تغييرات أوراق ناجحة بالنسبة للمدرب تاع فياريال، يعني وين شاهدنا ألبرتو، شاهدنا كيفاش ريمي، شاهدنا كارلوس، شاهدنا دانييل، يعني شاهدنا ليفانتي وين ألتور يعني في الحراسة، لكن وين تلقى هزيمة، يعني كارلوس، روبن، أوسكار، مارك، شاهدنا كيفاش إينيس، شاهدنا رغم خوسي مارتي، رغم أن التغييرات اللي داروا المدرب تاع ليفانتي لكن بدون جدوى، وين التغييرات وين شاهدنا الأهداف، يعني خمس أهداف كانت نتيجة ثقيلة جدا لصالح فياريال، يعني وين شاهدنا الخطة التكتيكية تاع المدرب تاع فياريال اللي كانت يعني وين قتلت ليفانتي، يعني وين شاهدنا فانيك نقطة إيجابية بالنسبة لفياريال وهي عدم تضييع الفرص، يعني وين شاهدنا عدم تضييع الفرص في المباراة، يعني خمس نقولوا على الأقل كان عندهم سبع فرص وين سجلوا منها خمس أهداف، يعني هذه هي المباراة كيفاش المباراة وين تلعبت يعني لصالح فياريال، وين كان ضغط من خاصة في الشوط الثاني اللي نقولوا بلي فياريال ما عطاش ولا فرصة يعني اللاعبين تاع ليفانتي باش ينظموا الصفوف تاعهم، يعني كانت مباراة قوية على ليفانتي، يعني وين نقولوا بلي ليفانتي ما سيرش المباراة خاصة في خط وسط الميدان، وين فياريال وين قتل المباراة يعني في ظرف 13 دقيقة، وين عرف كيفاش يسجل، عرف كيفاش يجيري المباراة، يعني وعرف كيفاش يسجل الهدف الثالث والرابع والخامس، هذه هي الجولة 19 فياريال، خمس أهداف ليفانتي، صفر في الدوري الإسباني الدرجة الأولى.